السلام عليكم، ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. امبارح يا جماعه كان اول فبراير 2023، وكان اول اجتماع للاحتياطي الفيدرالي لسنه 2023. وزي ما احنا عارفين ان الاحتياطي الفيدرالي بيجتمع 8 مرات كل سنه. في الاجتماع بتاع امبارح طلع جيروم باول على التلفزيون وقال ان هو هيعلي الفايده بنسبه ربع في المية. الربع في المية دي يا جماعه كانت بالظبط هي نفس اللي انا توقعتها في الفيديو اللي انا نزلته اخر السنه اللي فاتت. السبريد شيت اللي قدامكم دوت هو ده السبريد شيت اللي انا نزلته اخر السنه اللي فاتت، وشرحت لكم فيه الفايده هتطلع بنسبه قد ايه وامتى. فخلينا نراجع السبريد شيت دوت ونشوف بالظبط هل التوقعات اللي انا توقعتها اخر السنه اللي فاتت هل هي دي اللي بتحصل ولا لا. في الوقت نفسه انا هحاول ان كل فتره انا هبدا اعمل ابديت للسبريد شيت دوت عشان نعرف بالظبط هل فعلا الدنيا ماشيه بالظبط زي ما انا متوقع. مش انا الصراحه، هي مش توقعاتي انا بس، هو انا باخد الناس كلام الناس اللي هي بتفهم في الاقتصاد في البلد وبحطهم مع بعض، وبعد كده بسهلهم عليا وبسهلها عليكم بحيث ان احنا نبقى عارفين بالظبط الدنيا رايحه فين. لان الايام دي يا جماعه كميه الكذب والافتراء على التلفزيون غير طبيعي. الناس بتطلع بتقول اي حاجه مجرد بس عشان يجيبوا مشاهدين. فالمهم خلينا نبص على السبريد شيت ونشرحه لكم ونقول لكم بالظبط ايه اللي حصل في الاجتماع بتاع الاحتياطي الفيدرالي الاولاني لسنه 2023. السبريد شيت ده يا جماعه زي ما انتم الناس اللي اتفرجوا على الفيديو بتاع اخر السنه اللي فاتت، انا شرحت هنا ده من سنه 2022 23 24 وبعد كده ايه 25 ايه اللي هيحصل. زي ما احنا عارفين ان سنه 2022 التضخم بدأ يزيد جدا، بدأ يزيد من اول السنه. فدي ارقام التضخم 7.5 7.9 8.5 8.5 8.6 لغاية ما وصل للذروة بتاعته في شهر 6 2022. أما التضخم بدأ يزيد، جاء الاحتياطي الفيدرالي قال لك إيه؟ قال لك إن إحنا هنبدأ نزنق على الاقتصاد. فقال لك الفترة ديت اللي إحنا تملي بنسميها في الاقتصاد بنسميها الـ QT أو الـ Quantitative Tightening أو التشديد الكمي. التشديد الكمي ده عبارة عن إيه؟ إن هم بيضيقوا على الاقتصاد بحيث إن هم يخلوا الإيكونومي سلو داون، بحيث إن هم إن التضخم يبدأ يقل. جه في شهر مارس الاحتياطي الفيدرالي على الفايدة بنسبة ربع في المية، بعد كده 0.5%، وبعد كده أول ما التضخم بدأ يطلع بشكل كبير جدا فبدأ يعليه بنسبة 3/4% 3/4% 3/4%. وزي ما انتم شايفين هنا ال 3/4% اخر 3/4% ديت كانت في شهر نوفمبر، وصل الفايدة ل 4%. بعد كده جه في شهر ديسمبر بدأ يقلل التعلية شوية فخليها 0.5%. وبعد كده جاء الشهر ده اللي هو الاجتماع الأولاني في شهر 23، وده اللي انا كنت متوقعه ان هو بدأ يقلل التعلية اكتر. هو لسه بيعلي الفايدة بس بيعليها بنسبة اقل. فالاجتماع بتاع امبارح علاها بنسبة 0.25%. فبالشكل ده ان هو وصل الفيد ريت او الفايدة بتاعت الاحتياطي الفيدرالي ل 4.5. الفيد ريت ده يا جماعة مختلف تماما عن الفايدة اللي احنا بنروح البنك بناخد بيها مورجج، او الفايده ان احنا بناخد بيها الكريدت كارد. الفيدري دوت ده عباره عن البنش مارك، او ده عن المعدل اللي شركات السلفه اللي هي بتدينا مورجج او بتدينا لون ده بيعتبروها كبنش مارك لهم، ان هم بيحددوا الفايده بتاعتهم عليها. بس مش لازم ان الفايده او الفيدريت اما بيطلع مش معناها ان الفايدة على المورجش هتطلع، لأن زي ما انتم شايفين في الفترة اللي فاتت عشان ما عادش في حد بيشتري بيوت الفترة اللي فاتت، فالناس اللي هم بيسلفوا فلوس وبيدوا مورجش بدأ ان هم يقللوا الفايدة على المورجش، مع ان الفيد ريت عمال يطلع. ليه؟ لأن ما فيش حد
بيشتري وما فيش حد بياخد فلوسهم، في فلوس، في فلوس موجودة عندهم بس ما فيش حد بياخدها. عشان كده الفيد ريت ده بس مجرد البنش مارك للناس ديت، عشان ايه؟ يشوفوا هم هل ان هم هيتبعوه ولا هيقللوا ولا هيزودوا. زي ما قلت لكم ان النهارده او امبارح في الميتنج بتاعه على بنسبه 0.25%، اللي انا متوقعه يا جماعه ان هيبدا يعلي الفايده كمان 3 مرات 0.25%. فاجتماع بتاع شهر مارس انا متوقع ان هو يعليه كمان 0.25%. الاجتماع بتاع شهر مارس دوت انا حاطط لكم هنا التاريخ بتاعه، ففي شهر مارس ده هيكون الاجتماع الثاني، ده هيكون يوم 22 مارس عليه 0.25%. شهر مايو هيكون 3 مايو اللي هو شهر 5، ده برضه 0.25%. وبعد كده انا متوقع ان هو هيبدأ يوقف تعلية الفايدة، هيوصلها ل 5% وبعد كده هيبدأ يوقف تعلية الفايدة. الفترة من اول ما هو بيعلي الفايدة بنسبة أقل اللي هي زي ما قلنا في شهر ديسمبر لغاية ما يبدأ ينزل الفايدة، الفترة دي احنا بنسميها الفيد بيفت. الفيد بيفت ده يا جماعة ده اللي هو المحور الاحتياطي الفيدرالي. البيفت زي ما قلنا اللي هو المحور، الفيد اللي هو الاحتياطي الفيدرالي، فدوت التحويلة بتاعت الاحتياطي الفيدرالي من الكوانتيتيف تايتنج او التشديد الكمي عشان يدخل على العكس التشديد الكمي وعكس الكيو جي. عكس الكيو جي اللي هو الكيو اي اللي هو الكوانتيتيف ايزنج او التيسير الكمي، بمعنى تاني ان هو هيبداوا يدوا تاني فلوس للبلد وهيبداوا يغرقوا ويطبعوا تاني والكلام ده. بس جيروم باول امبارح على التلفزيون قال ان هو مش هيبدا يعمل الكوانتيتيف ايزنج تاني لغايه ما يبدا يتحكم في التضخم، وعايز يوصل التضخم ل 2%. هو ما قالش الكوانتيتيف ايزنج، هو قال الفيد بيفت. وهو اما بيقول الفيد بيفت هو بيقصد المرحله الثالثه للفيد بيفت. المرحله الاولى ان هو بيبدأ يعلي الفايدة زي ما انتم شايفين هنا، التعلية الفايدة عالية عالية ثلاث أرباع. المرحلة الأولى من الفيد بيفت إن هو بيعليها بس بنسبة أقل، أقل 0.5%، 0.25%، 0.25%، 0.25%، يجوا بقى على المرحلة الثانية. المرحلة الثانية اللي هو بيثبت فيها الفايدة. المرحلة بقى الثالثة اللي هو بيبدأ يقلل الفايدة ثاني. فهو قال بالظبط كده، قال ان هو عايز يعلي الفايده لغايه 5%، وبعد كده في المرحله الثالثه هيبدا يقلل من الفايده، فمن 5% هيبدا يقلل 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 لغايه على اخر سنه 24 هيوصلها ل 4%، واخر سنه 25 هيوصلها ل 3%. الحاجة اللي أنا عايز أركز عليها يا جماعة إن الوضع الاقتصادي مش مستقر. في حاجة يا جماعة جيروم باول قالها امبارح على التلفزيون، دي أنا قلتها بتاع يعني حوالي 5 6 مرات في فيديوهات مختلفة. فاكرين يا جماعة موضوع الماسورة، إن اللي هو بيدخل من هنا بياخد فترة لغاية ما بيطلع من الناحية التانية، ده بالظبط هو اللي جيروم باول قال. هو ما جابش طبعا سيرة الماسورة، بس هو قال إن اللي هو بيعمله في الاقتصاد والكوانتيتيف تايتنج في الاقتصاد أو التشديد الكمي على الاقتصاد، إن هو تعلية الفايدة وإن هو بيسحب الفلوس من البلد، قال النتيجة بتاعته لسه ما بانتش. قالها كده بالظبط، قال إن النتيجة بتاعة تعلية الفايدة لسه ما بانتش في السوق. طب نفهم الكلام، نفهم من كلامه ايه؟ نفهم من كلامه يا جماعة ان احنا ما نبصش على التلفزيون ونثق في الناس الكذابين اللي بيطلعوا على التلفزيون ويقول لك اه الدنيا حلوة، الدنيا لسه يا جماعة. هو نفسه جيروم باول اللي هو اكبر راجل اقتصادي موجود في العالم قال نتيجة التشديد الكمي اللي هو بيعمله لسه ما بانش في السوق.
عشان كده اول ما تشوف مثلا البورصه بتطلع بكميه كبيره جدا، فخدوا بالكم. خلينا اوريكم، طالما احنا بنتكلم على البورصه، خلينا اوريكم البورصه النهارده عملت ايه والبورصه بكره هتعمل ايه بسرعه كده عم ماشي. اللي انتوا شايفينه يا جماعه على السكرين ده الناسداك النهارده اللي هو 2 فبراير، الناسداك طلع 3.25% وكان السبب الرئيسي زي ما الناس اللي هي متابعه اللي هو شركه ميتا اللي هي فيسبوك، الاسهم بتاعتها طلعت حوالي 25%. بس بصوا بقى ده الفيوتشر بتاع الناسداك، يعني الناسداك اللي هو 3/2 او يوم 3 في الشهر نزل 1.4%، وشايفين عمال ينزل قد ايه، نزل 180 نقطة. طب ده يقول لنا ايه يا جماعة؟ ده يقول لنا ان الوضع الاقتصادي غير مستقر خالص، الطلوع بشكل كبير جدا والنزول بشكل كبير جدا، وده انتوا شايفين الارقام عمالة تنزل، ولسه يعني دلوقتي في الوقت اللي انا بسجل فيه لسه عشان البورصة تفتح لسه قدامها كمان 12 ساعة، فالله اعلم ايه اللي هيحصل اول ما البورصه تفتح. فكل اللي انا هقوله لكم يا جماعه ان لو انتوا هتدخلوا في البورصه خلي بالكم. ليه؟ الوضع الاقتصادي الغير مستقر هيخليها بتطلع بشكل كبير جدا وبتنزل بشكل كبير جدا. طب ايه الحل اللي احنا نعمل ايه في الوضع دوت؟ لو انت مصمم انك تشتري في اسهم، ما تشتريش في سهم معين، اشتري اي تي اف. الاي تي اف ده عباره عن ايه يا جماعه؟ الاي تي اف ده عباره عن مجموعه شركات تحت سهم واحد. معنى تاني مثلا ان انت ممكن تلاقي امازون وجوجل وابل وفيسبوك اللي هو ميتا، ممكن تلاقيهم كلهم تحت سهم واحد. فلو السهم طالع بتاع شركه معينه والسهم التاني نزل بتاع الشركة التانية، فكلها بتعادل بعضها. طب ايه اللي خلي السهم بكرة هينزل؟ السبب الرئيسي ان شركة امازون وجوجل الاسهم بتاعتها في النزول. ادي يا جماعة ادي السهم بتاع امازون النهاردة قفل 7.4%، بس بكرة شايف الفيوتشر بتاع امازون نازل فوق 5%. شركة جوجل نفس الموضوع 7.3%، بكرة تقريبا نازل 5%. بس 5% ده لغاية النهاردة زي ما قلت لكم إن لسه الماركت ما فتحش، لسه الماركت قدامه على الأقل 12 ساعة، فاللي هيحصل في ال 12 ساعة دي الله أعلم. فعشان كده يا جماعة أنا بقول لكم اللي عايز يدخل في البورصة اليومين دول يخلي باله كويس جدا، بلاش تشتروا في أسهم معينة، اشتروا ETF. انا هنزل انا فيديو قريب عن الاي تي اف وايه هي انواع الاي تي اف، لان الاي تي اف انت ممكن مثلا تشتري اي تي اف ل ستيبلز، او تشتري اي تي اف لمثلا شركات تكنولوجي، او تشتري اي تي اف لشركات اللي هي الهيلث كير او يوتيليتيز. فانا هنزل فيديو اشرح ايه هي الاي تي اف وايه هي انواع الاي تي اف، واعتقد الناس اللي هي عايزين تشتري الفترة اللي جاية هي دي أحسن حاجة، لأن النزول بيبقى very dramatic، زي ما الطلوع بيبقى very dramatic النزول كمان بيبقى very dramatic. خلينا ناخد حذرنا اليومين الجايين دول لغاية لما الدنيا تستقر، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة على الجميع، وإن شاء الله نكلمكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك، ولو القناة عجبتكم ما تنسوش تشيروها وتشتركوا فيها، ونكلمكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم.